اهلا بكم في حلقه جديده من ريمونتادا، والبدايه مع نتائج مباراه الدوري الممتاز. النهارده فريق الداخليه حقق فوز مهم على غزل المحله بنتيجه 2-1 عشان يوصل للنقطه 20 ويهرب من منطقه الهبوط. وبعد خساره غزل المحله النهارده انتشرت انباء برحيل عبد الباقي جمال المدير الفني للفريق بعد تحقيقه نتائج سلبيه الفتره اللي فاتت، ونجح المصري في الفوز على طلائع الجيش بهدف دون رد سجله عبده يحيى. ومن الدوري لأخبار النادي الأهلي اللي بيستعد لمواجهة المقاولين الساعة 5 بكرة على استاد السلام ضمن مؤجلات الجولة 17 من الدوري الممتاز. النهاردة الأهلي اختتم تدريباته الجماعية على ملعب التتش بالجزيرة، ودخل بعدها معسكر مغلق عشان يستعد لمباراة المقاولين المهمة، بس قائمة اللاعبين في الأهلي شهدت غيابات كتير بسبب الإصابات والإجهاد، بالإضافة إن موسيماني عايز يريح عدد كتيرة من اللعيبة الأساسية قبل ماتش سان داونز المهم. أبرز الغيابات في الأهلي عمرو السولية، أحمد عبد القادر، حسين الشحات، محمود متولي، خالد عبد الفتاح بسبب الإصابات. كمان كولر بيدس إراحة عدد كبير من اللعيبة أبرزهم علي معلول وكهربا ومحمد شريف ومحمد هاني. تعالوا نروح نشوف توقعات الجماهير مباراة الأهلي والمقاولين ونرجع عليكم مرة تانية. والله هو الاهلي في الفتره الاخيره دي مش في حالات ومش مركز في الدوري، والمقاولين ماشي بشكل حلو في الدوري، وان شاء الله اتوقع الاهلي يكسب 1-0 بكره ان شاء الله. مباراه صعبه على النادي الاهلي، بس ان شاء الله فوز، اتوقع فوز الاهلي 2-0. الاهلي كان ماشي في فتره مش كويسه الفتره الاخيره، بس اتحسنت بعد فوز على الوطن الكاميروني 3-0. ان شاء الله ينافس يكمل المسيره دي، وان شاء الله يفوز 2-0 بكره ان شاء الله. الاهلي جاي من مباراه القطن وقبل مباراه سان داونز، فيبقى في ارهاق شديد على النادي الاهلي، بس بخبرته بحنكته مش هيفوت الفرصه مثلا على بيراميدز او الزمالك او فوتشر يقرب له، ممكن يخلص الماتش بدري. فرق هدف بقى، فرق هدفين مش هيفرق. بالنسبه للمقاولين ان شاء الله بكره هيلعبوا حلو وكده، بس وان شاء الله هيبقى الفريق كويس وماشي كويس الفتره دي وكده، بس ان شاء الله الاهلي هو طبعا اللي جماهير كبيره وهو اللي هيفوز باذن الله، لانه طبعا الاهلي فرقه المقاولين اخر فتره ماشيه كويس قوي، والاهلي بصراحه يعني مش عاجبني، وانا خايف بصراحه على الفريق، بس ان شاء الله خير يعني، والاهلي هيكسب 2-0. النادي الأهلي هيسافر لجنوب أفريقيا بعد ما يخلص مباراة المقاولين مباشرة علشان يبدأ الاستعداد بشكل مبكر لمباراة سان داونز المهمة والمقرر ليها يوم السبت اللي جاي. ومن أخبار الأهلي للزمالك اللي بيستعد لمواجهة الترجي التونسي بكرة في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. البرتغالي فيريرا مدرب الفريق رفض فكرة تغيير طريقة اللعب خلال مواجهة الترجي، وقرر أنه يعتمد على الخطة المعتادة 4-3-3، وفي نفس الوقت رفض فيريرا فكرة الدفع محمود حمدي الونش في التشكيل الأساسي رغم التعافيه من الإصابة وضمه لقائمة المباراة. فيريرا بيرفض المجازفة باللاعب في مباراة بكرة المصيرية في مشوار الزمالك على المستوى الأفريقي. تعالوا نشوف آراء الجماهير في مستقبل فيريرا مع الزمالك ونرجع ليكم مرة تانية. هو ممكن ما يمشيش الفترة دي لأنها فترة صعبة، بس يعني ممكن يكمل آخر الموسم بعدين يبقى يمشوه بقى يخلوه واحد. سواء رحيله أو بقائه مش هيفرق كتير مع الإدارة، لأن كده كده طبعا في مشاكل في إدارة الزمالك. لا أنا مع اللي هو يمشي يعني في الزمالك دلوقتي بالذات، يعني ما النتائج دلوقتي كلها سلبية، فيش دفاع كويس، فيش تناسق في الهجوم، وفي المفروض زي ما هو مشي يبقى عنده يعني كرامه شويه وما يرجعش تاني. انا مع رحيل فيريرا في انه يمشي من نادي الزمالك، لان الصراحه كده اصلا نادي الزمالك من هو ادى كل اللي عنده، بس احنا عايزين كابتن جديد للفريق بحيث ان هو يقدر يدربهم ويديهم كل الحاجات ويفرحهم ويطور من لعبهم. لا هو انا ضد صراحه، لان هو زي ما انا قلت لك برده هو مدرب كبير قوي، تمام، حقق بطولات كبيره مع النادي، والنادي كان في فتره وحشه وهو العلي بالنادي، تمام، متصدر الدوري مرتين ورا بعض، خد دوري اثنين ورا بعض على غريمه التقليدي الاهلاوي. فصراحه انا شايف ان يعني لازم يكمل. ده بروفيسور، ده علمنا الكوره في مصر ازاي، التدريب ازاي في مصر. ده استاذ جوزيه. فيريرا ده بروفيسور. ولسه
لسه مكملين مع الزمالك اللي اختتم تدريباته النهارده لمواجهه الترجي. وعد فيريرا جلسه خاصه لهامش التدريبات مع سيف الجزيري مهاجم الفريق لتحفيزه ومنحه تعليمات خاصه لتنفيذها خلال مباراه الغد. وفي نفس الوقت منح فيريرا مصطفى الشلبي تعليمات خاصه على هامش المران خاصه بعد ظهور اللاعب مستوى جيد في مباراه بيراميدز الاخيره في الدوري. تعالوا نشوف توقعات الجماهير مباراه الزمالك والترجي ونرجع لكم مره ثانيه. حاليا الزمالك بيمر بمواقف صعبه، حضرتك الفريق نافي نازل ودي بتبقى كبوه بتجي لاي فريق بيمر بيفوز مرتين ثلاثه ورا بعض فبيحصل له كبوه وبيرجع يوم تاني. فانا اعتقد ان المباراه دي هتنتهي لصالح الترجي 2-1. والله هو ماتش صعب بس الزمالك لا بديل انه يكسب الماتش ده، لو طلع باي نتيجه غير الفوز هتوديه لحته مش صعب انه يصعد بصراحه، يعني هو مع نقطه ما يصلوا ماتشين. انا اتوقع يعني الزمالك هيكسب الترجي بس مش هيصعد لدور ال 16 في افريقيا. الزمالك لازم يتحفظ في اول الماتش عشان هو ادى اداء وحش خالص في الماتشين اللي فاتوا وفي ماتشات الدوري برضو، فهو محتاج اسمه بيساعد الجمهور. الجمهور برضو بقى له كذا ماتش خسارات فلازم يكسب، فيبدا في تحفظ. والشوط الثاني هيهاجم جامد عشان الترجي فريق رخم، فريق رخم قوي، لازم يهاجم في الشوط الثاني يتعبوا الشوط الاولاني بعد كده يهاجم الشوط الثاني لما الفريق يهدى. باذن الله يبقى ماتش حلو يعني بين جماهير هنا في ارض الزمالك وبين جماهير الزمالك، وان شاء الله يخلص 2-1 مثلا الزمالك. الماتش هيبقى صعب يعني جدا النهارده عشان الترجي برضه فريق كبير في تونس، وغير كده اصلا الزمالك بيمر اصلا باخر فتره في افريقيا دي واخر 3 ماتشات ولا حاجه، صعب جدا بالذات في مصر، في مصر بس اتوقع يعني 2-1 للزمالك. النهارده اتعملت قرعه البطوله العربيه واللي بيشارك فيها الزمالك وطلائع الجيش من مصر، واسفرت القرعه عن تواجد الزمالك في المجموعه الثالثه بجانب النصر السعودي. وبالنسبه لطلائع الجيش هيواجه فريق اهلي طرابلس الليبي في مواجهه قويه بالدور الاول من المسابقه. ونروح لاخبار الكوره العالميه. النهارده صحيفه ماركا الاسبانيه اكدت ان كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد تلقى عرض ضخم للاحتراف احد انديه الدوري السعودي، وبسبب العرض ده ممكن يكون سبب انه ما يجددش عقده مع النادي الملكي واللي هينتهي بنهايه الموسم ده. الصحيفه اكدت ان بيريز رئيس نادي ريال مدريد الان من تراجع بنزيما عن فكر الاستمرار مع ريال مدريد، خاصه ان العرض السعودي المقدم لبنزيما مغري ماليا. الفتره اللي جايه هيبقى في جلسات بين بنزيما ومسؤولي ريال مدريد لحسم مصير اللاعب فرنسي بشكل نهائي. وبكده تكون خلصت اخبارنا النهارده، ولسه مكملين حلقتنا بعد الفاصل مع كابتن ميدو. اهلا بحضراتكم مره تانية في الريمونتادا. النادي الاسماعيلي بيانات مشتركه ما بين اللعيبه وبيانات من المجلس وامتناع اللعيبه عن نزول التمرين امبارح، ده كلام انا ما بقولوش لحضراتكم كسبق، ولكن هو كلام اصبح على المشاع، فكان لازم ان انا اعلق عليه. الاسماعيلي زي ما حضراتكم عارفين في مشاكل كتير، المشاكل دي كانت موجوده من اول يوم انا كنت موجود في داخل النادي الاسماعيلي، لكن عملت جاهدا انا وجهازي على انهاء كل المشاكل اللي موجوده داخل النادي الاسماعيلي دون اي ضجه ودون ان يشعر اي شخص بالمشاكل اللي كنا بنمر بيها، مشاكل شبيهه للي حضراتكم بتسمعوا عنها النهارده. في تفاصيل كتير ممكن اتكلم فيها، ولكن احترامي لجمهور النادي الاسماعيلي وشعب اسماعيلية يمنعني
من أنا أدخل في أي تفاصيل في الوقت الحالي، لأن الإسماعيلي بيمر بظروف صعبة جدا جدا من حيث موقفه في ترتيب الجدول، ومن حيث الموقف المادي للنادي. نادي الإسماعيلي فعلا ما فيهوش فلوس، وتاني ده موقف كان موجود من أول يوم إحنا كنا موجودين فيه، ولكن الحمد لله نجحنا إن محدش يشعر بالمشاكل دي، حتى الناس اللي محيطة بالفريق ومحيطة بالنادي. جمهور إسماعيلية نفسه ما كانش بيشعر بالمشاكل دي. ولكن استوقفني جملة، أنا ما كنتش عايز أعلق يعني، لكن استوقفني جملة في بيان مجلس الإدارة النهاردة، إنه بيقول إن الموقف ده اتكرر، وإن المجلس تدخل في وجود الجهاز الفني، فعشان كده الجهاز الفني السابق يعني اللي هو إحنا، فعشان كده لازم أرد على الكلام اللي اتقال ده، لأنه يخصنا. مفيش لعيب لعبت معاه او دربته يجرؤ انه ما ينزلش الملعب عشان خاطر عنده مستحقات متأخرة ويبقى عارف انه هو هيشارك تاني، عشان الكلام واضح وصريح. مفيش لعيب لعبت معاه ولا دربته يجرؤ انه ما ينزلش الملعب ويبقى عارف ان هو هيشارك وهيلعب بعد كده، وبكلمكم على مواقف وتاريخ. وانا لاعب في نادي الزمالك، بعض من كبار او اللعيبة الكبار في فريق نادي الزمالك وانا بلعب كانوا مرة بس كده فكروا انهم ما ينزلوش الملعب بسبب مستحقات متأخرة، وكان ردي عليهم وانا بلعب ان انا اول واحد اكون موجود في الملعب، واللي مش هينزل الملعب انا اول واحد هطالب المدرب انه ما يشتركش وانه ما يشاركش في المباريات، واللعيبه كلها نزلت الملعب معايا ده وانا بلعب. وانا بدرب اتعرضت لمواقف كتيره جدا، لان انا اشتغلت في انديه فيها مشاكل يعني، شعري اهو بيض من الشغلانه يعني. لعيبه كانت بتهدد وبتقول ان هي مش هتنزل التدريب الا لما تحصل على مستحقاتها او وعد بالحصول على مستحقاتها، وانا دايما رسالتي للعيبه واضحه، عايز تطالب مستحقات بمستحقاتك انا اول واحد هطالب لك بيها وحارب لك عليها، لكن وانت رجليك في الملعب. لو عندك اي راي تاني انت مش موجود معايا لغايه ما امشي من النادي ده، يا انا يا انت. دي رسالتي اللي واضحه دايما للعيبه. فالجمله اللي اتقالت في بيان المجلس بخصوص ان اللعيبه موقف تكرر، لا موقف ما تكررش، ومفيش لعيب داخل النادي الاسماعيلي يجرؤ انه حتى يقول انه هو مش هينزل الملعب الا ما يحصل على مستحقاته وانا موجود. انما في يوم طبعا من الايام الصعبه اللي عشناها داخل النادي الاسماعيلي، في بعض اللعيبه كانت عايزة ضمانات، فسمحنا لهم ان هم يقعدوا مع المجلس لمدة ساعة او ساعتين، وبعد كده كل اللعيبة امتثلت للتعليمات ونزلوا الملعب. مفيش مرة حصل ان اللعيبة ما نزلتش الملعب، فكان مهم جدا، لان جمهور اسماعيلية زي ما انا ساكت وما بتكلمش احتراما ليهم واحتراما لموقف الاسماعيلي الصعب، عندي كلام كتير ممكن اقوله لكن مش هقوله، حقهم عليا ان هم لازم لما حد يطلع يقول كلام مش صح ان هم يعرفوا الحقيقه، واعتقد ان هم عارفين الحقيقه، اعتقد ان هم عارفين الحقيقه. طيب ايه اللي بيحصل جوه النادي الاسماعيلي بكل بساطه؟ اللعيبه اتوعدت بفلوس
وخدوا شيكات قبل الماتش الاخير امام فيوتشر، شيكات ان هم يصرفوها تاني يوم. احد اعضاء مجلس الاداره تم سبه خلال المباراه من قبل الجماهير فاتقمص، اتقمص. اللي اداله الشغلانه تقريبا كان مبلغه ان هو رايح حفله عيد ميلاد، ما كانش مبلغه شغلانه الكره عامله ازاي، وما كانش مبلغه النادي الجماهيري الجمهور ليه حق على اي حد شغال جواه ازاي. فاتقمص فقال لك والله العظيم ما انا لاعب اللعبه دي تاني ومفيش فلوس. فاللعيبه طبعا جت تاني يوم، الراجل مديها شيكات ان هم يروحوا يصرفوها تاني يوم، ومفيش حد بيرد عليهم، واختفى، اختفى، لبس طاقيه لخفة واختفى. فحصلت المشكله. الاداره الرياضيه يا جماعه مش كلام وفهلوه، الاداره الرياضيه مسؤوليه وعلم، وامتى اتكلم وامتى اسكت وامتى اوعد وامتى ما وعدش. الكلام ده بيتكون بعد خبرات سنين طويله. واعتب على المسؤولين انهم اسندوا المهمه او مهمه النادي الاسماعيلي في هذا التوقيت لاشخاص عديمي الخبره في التعامل مع المواقف الصعبه. انا بتكلم على الاسماعيلي، نادي كبير وكيان كبير. الاسماعيلي في السبعينات، في بدايه السبعينات كان نص المنتخب الفرقه الاساسيه من نادي الاسماعيلي. في اخر 25 سنه النادي الاسماعيلي مطلع لعيبه لمنتخب مصر على طول بعد الاهلي والزمالك. فبكلمكم في نادي كبير قوي. تاني بعتب على المسؤولين لاسناد المهمه لبعض الاشخاص عديمي الخبره. ومش هتكلم اقول تفاصيل اكتر من كده، لان تصرفهم بعد مباراة فيوتشر أدخل الإسماعيلي في أزمة كبيرة. وأنا هنا ما بحاولش ألاقي عذر للعيبة، لأن أنا قلت لكم رأيي في موضوع اللعيبة واضح وصريح. واضح وصريح. طيب. أنا بطالب الجميع داخل النادي الإسماعيلي بأن هما يتكاتفوا من أجل الخروج بالفريق من الأزمة اللي هو فيها. بطالب الجميع بنسيان الخلافات ما بينهم والدعم الكامل للكابتن حمزة الجمل وجهازه، عشان هم الوحيدين القادرين على الخروج بالإسماعيلي من أزمته. مفيش وقت لتصفية الحسابات، ودي كانت رسالتي من أول يوم. الإسماعيلي عنصر الوقت مش معاه. وقعوا تفتكروا إن اللي حصل السنين اللي فاتت زي اللي ممكن يحصل السنة دي. الموقف السنة دي أصعب، محتاج تكاتف الجميع، ومحتاج إن لو في أي مسؤول داخل النادي الإسماعيلي بينفذ أجندة خاصة إنه يتقرس ودنه، يتقرس ودنه. ده مش وقته. التاريخ ما بيرحمش، والمسؤول لازم يعرف مسؤولياته وهو جاي داخل شغال الشغلانة، يفهم إن هي مش حفلة عيد ميلاد، شغلانة قاسية، قاسية جدا. واللي يقعد على الكرسي لازم يتحمل مسؤولياته. أظن
الرسالة واضحة. وتاني نداء إلى كل محبي النادي الإسماعيلي بالتكاتف خلف الفريق وبالتكاتف خلف الكابتن حمزة الجمل وجهازه من أجل الخروج بالإسماعيلي من الأزمة الحقيقية اللي هو عايش فيها. ده فيما يخص النادي الإسماعيلي. ده فيما يخص النادي الإسماعيلي. أما فيما يخص إسماعيلية فقد شاهدت فيديو لأحد الجهلاء يردد بأن إسماعيلية سبب النكسة. بقول له لولا إخلاص ووطنية ورجولة أهل مدن القناة لعاشت مصر ظروف أصعب بكتير من اللي عاشتها. احترم نفسك. احترم نفسك. أنا عشت في وسط الناس في إسماعيلية وشفت مدى وطنيتهم ومدى إخلاصهم ومدى تفانيهم في العمل كل يوم عشان خاطر ان هم يفتحوا بيوتهم وان هم يكونوا ناس ناجحين وان هم يوصلوا الرسالة الصح لأولادهم وأحفادهم. عيب ان الكلام ده يكون مسجل وما يكونش فيه حتى اي رد فعل. تاني بقول للشخص الجاهل اللي قال الكلام ده مش عايز اردده ان اهل مدن القناة كلهم ناس وطنيين ورجالة وناس مخلصين ولازم الكلام ده يقف عند حده لان الاسماعيلي كبير وشعب اسماعيلية كبير. اسماعيل 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 بعد بنكتب ما فيه. اسماعيل 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 بعد بنكتب ما فيه. ايطاليا وبرازيل ايطاليا وبرازيل ايطاليا وبرازيل البطولة العربية. الزمالك وقع مع النصر وقع مع كريستيانو رونالدو والحقيقة المفروض الطبيعي ان اللعيبة تكون متحمسة جدا للبطولة دي لان بطولة او مباراة مباراة النصر دي بالذات هيشاهدها العالم كله. انتوا عارفين بعد انتقال رونالدو لنادي النصر السعودي العالم كله بيتابع الدوري السعودي، عدد المتابعين وعدد القنوات الناقله وهي دي ميزه ان انت تستقطب نجوم للدوري بتاعك. والحقيقه التاريخ بيقول ان الزمالك عنده تفوق على الانديه السعوديه. لازم اللعيبه تبقى فاهمه كده. طبعا النصر نادي كبير جدا ونادي عظيم في المملكة وفي السعودية لكن الزمالك برضو نادي كبير ونادي عظيم. فلازم دي العقلية اللي يفكر بيها اللعيبة والمجموعة دايما. صحيح لسه قدامنا وقت طويل ولكن عايز الأول أستعرض مع حضراتكم يعني طريق طلائع الجيش الأول النادي المصري اللي إن شاء الله يشرفنا
يشرفنا في البطوله ويوصل للدور الثاني دور المجموعات. طلائع الجيش هيلعب اهلي طرابلس, واللي يكسب منهم يلاعب اللي هيكسب من النهضه العماني وشباب الخليل الفلسطيني, صح؟ و اللي يكسب منهم يوصل بقى المجموعه فيها السد القطري والوداد والهلال. فان شاء الله باذن الله نشوف نادي طلائع الجيش حال تاهله باذن الله انه يكون موجود في المجموعه دي في السعوديه ان شاء الله, المفروض في شهر 7. طيب الزمالك هيلعب النصر, والزمالك والنصر السعودي واحد الفرق بقى الشباب السعودي والقوى الجويه العراقي وتشرين السوري والمريخ السوداني, واحد الفرق من فحمان اليمني والاتحاد المنستيري طبعا التونسي والمحرق المحرق البحريني والسيب العماني. يعني مجموعه طبعا فيها فرق كبيره, ولكن اوعوا تنسوا ان الزمالك كبير وعنده قاعده جماهيريه كبيره جدا في السعوديه, واعتقد ان انتوا شفتوا الكلام ده قبل كده وان شاء الله باذن الله هتشوفوه لما الزمالك يكون موجود في السعوديه. لكن من دلوقتي لازم الزمالك يعرفوا ان هم مش هيلعبوا رونالدو لوحده, النصر فرقه كبيره وفيها لعيبه مميزه جدا, تاليسكا وعبد الرحمن غريب وعبد الاله العمري سنتر باك منتخب السعوديه وجوستافو كلهم لعيبه مميزه جدا. المدرب طبعا رودي جارسيا مدرب صاحب تاريخ كبير, كسب الدوري الفرنسي مع ليل ومسك روما والليون, مدرب صاحب تاريخ كبير جدا وعنده خبرات كبيره جدا. فبالتوفيق طبعا للزمالك ولطلائع الجيش في مشاركتهم في البطوله العربيه. لسه موجودين عند الزمالك, الزمالك عنده ماتش مهم جدا بكره مع الترجي, وقلت لحضراتكم امبارح ان الزمالك لو كسب الترجي هيتاهل ان شاء الله باذن الله. الزمالك يقدر يكسب الترجي. مواجهة من العيار التقيل بيستضيفها ملعب برج العرب بالإسكندرية مع دقات الساعة 9 مساء الثلاث بين الزمالك والترجي التونسي في قمة مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. ورغم الموقف الصعب للزمالك إلى أن مواجهته ضد الترجي بتبقى كلاسيكو عربي شمال إفريقي يترقبه عرشاء الساحرة المستديرة في مصر وتونس وفي كافة أنحاء الوطن العربي. الزمالك بيدخل المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز في ظل رغبة في الصقر بعد الخسارة في ملعب رادس بنتيجة 2-0, وخاصة أن الفريق الأبيض بيحتل المركز الأخير برصيد نقطة واحدة قبل مواجهة الترجي صاحب الصدارة بالعلامة الكاملة. تاريخ المواجهات بين الزمالك والترجي شاهد على العديد من اللقاءات المميزة على رأسها نهائي دوري أبطال أفريقيا سنة 94, ووقتها فاز الترجي باللقب بنتيجة 3-1 في ملعب المنزه بعد ما تعادل الفريقين في القاهرة بدون أهداف, ونجح الزمالك في تحقيق أول فوز على الترجي بضربة رأس شهيرة لقلب الأسد مدحت عبد الهادي في مباراة مرحلة المجموعات بنسخة 2002 بعد ما تعادل الفريقين في تونس بنتيجة 1-1. تفوق الزمالك في البطولة العربية 2003 ذهابا وإيابا بنتيجة 3-0 و2-1 في تونس, وده كان فوزه الأول على الترجي في ملعبه. وفي ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2005 تأهل الزمالك بعد التعادل في القاهرة بنتيجة 1-1 والفوز في تونس بنتيجة 2-1, وكمان حسم الزمالك لقب السوبر الأفريقي سنة 2020 أمام الترجي في قطر بنتيجة 3-1. وصعد الزمالك على حساب الترجي في ربع نهائي نسخة دوري الأبطال عام 2020 بعد الفوز بنتيجة 3-1 في مصر والخسارة في تونس بنتيجة 1-0, ولكن الترجي ساهم في خروج الزمالك من مرحلة المجموعات بنسخة دوري الأبطال 2021 بعد الفوز عليه ذهابا وإيابا بنتيجة 3-1 و1-0, ثم فاز في ملعب رادس بالنسخة الحالية بنتيجة 2-0. هل هتكون موقعة برج العرب للي ترد الاعتبار للزمالك واستعادة ذكريات التألق, أم يواصل الترجي تفوقه مؤخرا على أبناء الكتيبة البيضاء؟
عايز افكر حضراتكم بترتيب المجموعه. طبعا الترجي كسب الثلاث مباريات العلامه الكامله، كابتن نبيل معلول صنع فريق قوي كعادته، مدرب صاحب خبره كبيره جدا وصاحب باع طويل في اداره الفرق الكبرى والمنتخبات الوطنيه. الترجي متصدر 9 نقاط، المريخ السوداني 4 نقاط، شباب بلوزداد 3 نقاط، والزمالك نقطه. الزمالك متزايل المجموعه، انا معاكم، لكن الزمالك لو تحصل على 7 نقاط من التسعة المتاحين او التسع نقاط هيتأهل بنسبة كبيرة، هيتأهل كتاني مجموعة. الترجي خلاص هيطلع اول المجموعة. طيب البداية لازم تكون بكرة بالمكسب، والمباراة امام منافس صعب ولكن مباراة في المتناول، وبداية المباراة في رادس اكبر دليل ان الزمالك مع شوية تركيز من اللعيبة في انهاء الهجمات وعدم يعني ارتكاب اخطاء ساذجة في المناطق الدفاعية وعدم ارتكاب اخطاء وكرات ثابتة ملهاش لازمة حوالين ال 18 في بداية المباراة يقدروا ان هم يكسبوا، ولازم اللعيبة تآمن بكده وما تبصش لترتيب المجموعة ولا أدائهم في الفترة اللي فاتت. تعالوا نشوف تصريحات فيريرا قال ايه في المؤتمر في المؤتمر الصحفي. فيريرا بيؤكد ان مباراة الغد يعني بيقول ان الزمالك في وضع سيء بالمجموعة، ومواجهة الترجي بمثابة بداية جديدة نحتاج للفوز بها كي نعود لمستوانا المعهود ونعيد الثقة للاعبين مرة أخرى. ممكن ترجعوا لي بعد إذنكم؟ طيب فيريرا قال إن مباراة الغد بداية جديدة، طيب وقال كده في الماتش اللي فات وقال كده في الماتش اللي قبليه، الناس بتتريق عليه. طيب هو المفروض الراجل المدرب يقول إيه؟ المدرب لازم يجدد الدوافع للعيبة بتاعته ويفضل بيقاتل كل يوم، يا ما يسيب الشغلانه. فيريرا مقاتل وبيحاول ينقل الروح دي لعيبته. سيبكم انا وانتوا نقعد نختلف للصبح على بعض قراراته الفنيه زي ما نتفق او نختلف على كل المدربين اللي شغالين، وهي دي الكوره. انما فيريرا مقاتل فلازم ان هو يعني ما ينفعش ان الناس تتريق عليه ان هو بيقول كل مباراه ان مباراه الغد بدايه جديده، لازم يقول كده ولازم يقول كده لعيبته، ولازم يعمل ان لعيبته يبقى عندهم ايمان ان دايما البدايه بتيجي من انتصار، ودايما لما تكون في فرقه كبيره بتمر بمرحله صعبه من تذبذب نتائج ونتائج سلبيه بتبقى مستنيه هتموت على ماتش كبير عشان تكسبه، ومفيش اكبر من ماتش بكره. ففرصه للعيبه ان هي تخرج نفسها من الازمه اللي هي فيها. ما هي الازمه دي مش النادي عايشها لوحده، النادي عايشها والجمهور عايشها والمسؤولين عايشينها واللعيبه، اللعيبه اكيد عايشينها. عايز تخرج نفسك من الازمه اكسب، بتلعب فرقه كويسه بتلعب فرقه كويسه بس مع احترام الفرقه احترام المنافس والتركيز والروح تقدر ان انت تكسب. فأنا شايف إن كلام فيريرا مش محتاج أبداً تريقة خالص. الراجل لازم يقول إن بداية جديدة، ولازم يقول إن ماتش بكرة الانطلاقة للفريق، لازم يقول كده ولازم يزرع الكلام ده جوه لعيبته، ما عندوش حاجة تانية يعملها. عايزين نكمل تصريحات فيريرا. مجمل أداء الزمالك في الثلاث مباريات الماضية بدور المجموعات كان جيدا، ولكن واجهنا سوء توفيق، وأتمنى أن يكون اللاعبون على قدر المسؤولية لحسم مواجهة الغد لصالحنا. دي تصريحات فيريرا. أنا شايف أنها تصريحات متزنة بشكل كبير جدا. عايزين نشوف تصريحات
الكابتن نبيل معلول المدير الفني لنادي الترجي. مواجهة الزمالك صعبة، فهي مباراة الفرصة الأخيرة له، ولكن الترجي جاهز لكل سيناريوهات المباراة، سواء لعب الزمالك بثلاثة أو أربع مدافعين، ولا أعتقد أننا سنتأثر بالضغط الجماهيري. الزمالك يمر بفترة صعبة مؤخرا، لكنه يملك لاعبين على أعلى مستوى، وسنخوض اللقاء بمنظومة جماعية دفاعيا وهجوميا، وأرى أن أرضية ملعب برج العرب أفضل من ملعب 5 يوليو الذي واجهنا عليه شباب لوزداد، وهذا الأمر سيمنحنا قوة أكبر. إذا صعد الزمالك للأدوار الإقصائية سيتعب الترجي في الأدوار النهائية. الكرة لا مجال بها للعواطف، وفرق مثل الزمالك والترجي والأهلي والرجاء والوداد يتنافسون على اللقب دائما. تصريحات فيها احترام كبير من الكابتن نبيل معلول لفريق الزمالك، وده طبيعي. طيب المنافسين التانيين، المريخ السوداني هيلعب أمام شباب لوزداد. ريكاردو المدير الفني البرازيلي لنادي المريخ السوداني، والمدير الفني السابق طبعا للنادي الإسماعيلي، أدلى بتصريحات خاصة، تسجيلات صوتية للريمونتادا. Sure, Zamalek have chance to qualify. It's not easy, really not easy, because you lose a lot of points, losing Cairo to Velocidade, you know. But about the points, he can get 90 points and then to have 1 point and then 10 points qualify. But it's not easy. The situation is much really is not easy in this moment. And I think Esperance have 90 points now, near to qualify, very near to qualify. And I think the second place, the three teams, Velocidade, Marir, and Zamalek have to fight. But not yet. Nothing decided in this moment. More one or two rounds, and then we'll see what's happened, who qualify or not qualify, like this. We start so late the preparation for the Champions League. We start 25 December. And we didn't have a long time for preparation, but step by step, day by day, our team show one good model to play football. And then I believe now we are in the second position, okay? And I think we not play our best match, our best football. I'm sure the next three matches Marir play better and give us a possibility to dream to qualify for the next phase. It's difficult because all the team are so good. And sure, Marir is the last team to prepare our group. And so I believe we can qualify and we can make a strong job in the next three matches. And to dream about to qualify for the next phase. اهلا بحضراتكم مره ثانيه في الريمونتادا. في ماتشات مهمه جدا بكره، ماتش الاهلي هيلعب المقاولين، ماتش صعب في ظل الظروف الحاليه وفي ظل الغيابات وفي ظل التوقيت انه قبل ماتش سان داونز الاهلي هيسافر له جنوب افريقيا ان شاء الله بعد مباراه المقاولين يوم الاربعاء. في ماتش الزمالك بكره والترجي، وكان في ماتش مهم جدا النهارده في الدوري ماتشين مهمين جدا، المحله والداخليه والمصري المصري وطلائع الجيش.
انضم لي هشام رشاد وطارق شعبان للحديث عن كل هذه المباريات. هشام مساء الخير. ميدو مساء النور حبيبي، كله زي الفل. طارق مساء الخير. مساء الفل ميدو. هشام، عايز ابدا من ماتش الزمالك والترجي. انت شايف ان يعني الاول حاجه تصريحات فريرة، يعني في انا شايف ان في حاله من الـ من الـ من الـ من الهجوم على فريرة بعد التصريحات، ان هي تصريحات مكرره وكل مره بيقول ان المباراه الغد هي البدايه. انت شايف الهجوم ده ازاي؟ هو فريرة واقعي بشكل كبير، هو الراجل بيتكلم على الورقه، هل الزمالك عنده فرصه للصعود؟ عنده فرصه للصعود. ولو ما قالش كده هو مش بيوعد الجمهور، هو بينشط وبيحمس لعبته، بيجدد دوافع طبعا. 2006 مثلا، كاس عالم 2006 ايطاليا مثلا، ايطاليا لما جت صعدت ما كانتش في افضل حال، وطلعت تقريبا بثلاث تعادلات والناس كلها كانت مستبعده ايطاليا، وفي النهايه خدت كاس العالم. الزمالك لو كسب ان شاء الله الترجي هل عنده فرصه؟ الفرصه بتزيد صح؟ طبعا دخل اللعبه. الزمالك لو كسب الترجي كان دخل اللعبه. فهو بيتكلم كلام صح. المشكله كلها هل اللعيبه، مباراه بكره مثلا ميدو مباراه لعيبه، هتقول لي بقى فريرة مش فريرة اللي انت فاهمه فريرة والكلام ده، مباراه بكره طار. دايما في ديربي ما بين الزمالك والترجي، بعيدا عن الزمالك صعد او ما صعدش، دي مباراه بتبقى بين الزمالك وما بين الترجي، لازم اللعيبه تبقى فاهمه اهميه المباراه دي وتاريخ المواجهات وتفوق الزمالك. دلوقتي احنا بنتكلم ان الترجي حصل الزمالك، يعني انت بتيجي تبص مثلا في 14 مباراه بشكل عام ما بين افريقيا وما بين البطوله العربيه. يعني هم لعبوا مثلا ميدو بتتكلم في 12 مباراه بالمباراه الاخيره، ومباراه واحده كانت في السوبر. لو بتتكلم على افريقيا بس، دلوقتي الترجي متفوق 5-3 في المباريات، ولكن لو دخلت البطوله العربيه الزمالك فاز 3-0 وفاز في تونس 2-1. فانت بتتكلم في 14 مباراه، فده دلوقتي بقى 5 تونس 2-1 ده حازم امام صح؟ حازم امام، و3-0 كان في مصر في البطوله العربيه. وعندك وجونيور لما كسبه 2-1. لكن في بطوله افريقيا في تفوق في السنين الاخيره للترجي. لكن اوفرول انت بتتكلم في 14 5 و5 انتصارات هنا و5 انتصارات هنا، وبتتكلم في التعادل معانا عندنا والزمالك احرز 18 هدف والترجي 16، يعني في تفوق. فدي نقطه مهمه لازم اللعيبه تبقى فاهماها. دي هنا بنتكلم على هتلاقي افريقيا، لكن هو هتلاقي بشكل عام دي افريقيا ده صح. يعني انت بتتكلم على افريقيا، فوز الزمالك والترجي وتعادل 2 وعدد الاهداف 12 و12، فالدنيا قريبه جدا. طيب هل التاريخ يكفى طارق؟ لا طبعا التاريخ ما مش علامه لاي حاجه. يعني انت اوكي تاريخ ممكن تستشهد بيه في مواقف زي دي اللي احنا بنتكلم بيها، ولكن في ارض الملعب انت كل ده بيتنسى. انت مجرد تنزل ارض الملعب انت عليك 90 دقيقه لازم تقدم فيها احسن حاجه عندك، ولازم تقدم فيها كل حاجه ممكنه. انا بقول ان فرقه الزمالك مش بس مستنيه تصريحات من فريرة، ولكن هي مستنيه شغل اكتر في الملعب من فريرة. واحنا هنتكلم بعدين ان ازاي الفرقه في الماتش اللي فات قابلتها مشاكل كتيره جدا بسبب فريرة نفسه. ماتش الترجي اللي فات ان فريرة نفسه هو اللي كان ايه المشاكل؟ قول لي. الفرقه كان عندها مشاكل كبيره في الضغط ميدو، يعني انت مش عارف احنا ممكن نطلع على التاتش سكرين نتكلم عنها ولا لا، بس خلينا نوضح يعني الموضوع بشكل اكبر. الزمالك ميدو والترجي كل فرقه لعبت بال 4-3-3 في الماتش ده، وكان فريرة عنده جيم بلان اللي هو عايز يضغط بشكل معين على المدافعين بتوع الترجي ما بيبداوا اللعب. يعني الترجي معاه الكوره كان دايما الناس المهاجمين معلقين لفوق بالشكل ده، والاثنين بتوع الدايره موجودين فوق، والفول باكس موجودين في المكان ده، وكان في دايما الاثنين قلبين الدفاع، وقدامهم غيران شعلالي في نص الملعب. اللي كان بيعمله فريرة ميدو في الماتش ده اللي هو كان بيحاول وهو بيضغط اللي هو يخلي سيف الجزيري يزق على الراجل السنتر باك اليمين وبيبدا اللعب، وزيزو يروح على السنتر باك الشمال بالشكل ده، وبيخلي عمر جابر يرحل هنا في ظهر زيزو كانه جناح يمين، ودونجا مع عمرو السيسي موجودين في نص الملعب ومعاهم شيكابالا. بالشكل ده كان الترجي ما بيقابلش اي مشكله في اللي هو يلاقي غلان شعلالي في قلب الملعب لما يجي يطلع بالكوره من تحت. واللي كان بيعمله فريرة علشان يوقف غلان شعلالي في الوقت ده اللي هو كان بيخلي عمرو السيسي يبدا يزق لفوق مع شعلالي علشان ما يخليش فيه 3-2 في الوقت ده، ويبدا اللي هو يخلي الترجي ما يقدرش يطلعه. ولكن ده ميدو كان بيخلق
او خلينا نقول نبيل معلول كان بيحاول يتعامل مع الموقف ده بذكاء كبير، بل هو كان بيخلي دايما واحد من الاثنين بتوع نص الملعب ينزل في المكان ده ويبقى عنده 4-3 في الحته دي. وهنا كان بيقابل دونجا مشكله كبيره جدا، اللي هو مش عارف هل ينزل هنا مع السيسي علشان يلغي الحته بتاعه التفوق العددي دي، ولا يقف هنا علشان في لعيب دايما بيطلب الكره في ظهره. وكانت الخناقه اللي بيتقابل دونجا في الماتش هي الخناقه دي. خلينا نروح نشوف الصور اللي معانا ونشوف اول صوره علشان نبين ازاي. معلش هرجع لك للصور ونكمل كلامنا. أوكي. جام طارق يتكلم ان المشكله جايه من فريرة. انت راجل كنت لعيب كوره يعني، هل انت شايف ان في بعض الاوقات لو اللعيبه شافت في الملعب ان هي عندها مشكله المفروض اللعيبه الكبار جوه الفرقه تحلها جوه الملعب؟ انت بتتكلم في نقطه مهمه جدا، لان الزمالك سبب. انا لما جيت اتفرجت على الماتش الترجي لم يتفوق بشكل كبير، الترجي كان افضل من الزمالك ولكن ما قطعش الزمالك بلغه الشارع يعني. القصه كلها كان الزمالك بيلعب بخوف، خايف من الجمهور، خايف من اسم الترجي. 3 أو 4 لعيبة في قوام نادي الزمالك أو من الناس اللي ابتدوا مباراة رادس مش كفاية إن هم يشيلوا بقية الفرقة، كان في لعيبة واضح عليها الخوف. زيزو بس مش كفاية، شيكابالا بس مش كفاية، جزيري بس مش كفاية، كان واضح الخوف على لعيبة كتيرة جدا، بدليل إن الهدف الأول اللي غير البلان بتاع فريرة هدف عواد. خلي بالك الراجل لعب صح، لعب كان لازم يلعب المباراه دي 4-3-3 عشان يتقي شر افضل نص ملعب في افريقيا. بس هو ما اتقاش شر يا هشام، لا مش يعني هو كان الطريقه اللي كان بيضغط بيها والاستراتيجيه بتاعته كانت مسهله الماتش خالص على الترجي. مش فاهم قصدي، هو قصده ان هو يلعب بثلاثة لعيبه على الدايره. هو لا، بس هو في الماتش ما لعبش بثلاثة على الدايره، يعني يعتبر بالشكل اللي احنا بنتكلم فيه بالطريقه اللي كان بيضغط بيها ما كانش بيلعب بثلاثة على الدايره. يعني احنا لو شفنا هنا ده الكلام اللي كنا بنقوله، ان كان هو بيخلي جزيري يزق على السنتر باك اليمين وزيزو على السنتر باك الشمال والسيسي بيطلع مع الراجل بتاع نص الملعب. طلعت السيسي دي بتقول ان خلاص هم بقوا المفروض 2 على الدايره، وبما ان هو كان بيخلي زيزو هنا وعمر جابر يرحل في ظهره فما بقاش في حد على الدايره غير دونجا بس. وهو الغلط يا طارق ان انت ليه تخلي زيزو يزق على السنتر باك ده؟ ما هي دي يعني النهارده انت لازم تختار واحد من السنتر باكين اللي الكره اقل عنده وتزق عليه المهاجم وخلاص على كده، وتفضل قافل الملعب. زيزو لو فضل موجود مع 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 الباك ليفت عادي هيبقى عمر عنده وقت ان هو ما يبقاش 50-50 وان هو يطلع يزق على لعيب الدايره الراجل الثاني ومفيش اي مشكله. وهي دي المشاكل اللي احنا بنتكلم عنها. يعني رحنا للصوره اللي بعد كده هنلاقي ان دونجا كان بيضطر اللي هو ينزل في المكان ده علشان يقابل الراجل بتاع نص الملعب الثاني اللي موجود عند الترجي. وهنا كانت بتبقى في مشكله في ظهر دونجا، ان دايما في واحد بيقدر يستلم الكره بين الخطوط. لو مشينا الصوره هنشوف ان ازاي دونجا وهو موجود فوق والمساحه دي موجوده بين الخطوط بيقدر الجناح بتاع الترجي مسافه كبيره جدا ما بين كبيره جدا يعني بشكل مبالغ فيه، ما ينفعش تروح تلعب مع الترجي في الترجي بالشكل ده. طيب هشام ايه اللي المفروض يتعالج في ماتش بكره؟ يعني ماتش بكره اكيد فيريرا اتفرج على الـ على الـ على ماتش الماتش اللي في رادس. ايه اللي المفروض يتعالج؟ انت شايف ان نص الملعب المفروض، انت قلت ان الترجي من اقوى نص الملعب وعنده تجانس، انت بتتكلم غيلان شعلالي، بتتكلم كولوبالي، بن رمضان، بقالهم سنين بيلعبوا مع بعض ففي تجانس. عايز تكسب الترجي اهم حاجه ما تخسرش مباراه نص الملعب او موقعه نص الملعب بالظبط. اهم حاجه الشخصيه. عندك شخصيه هتكسب الترجي. الترجي الزمالك ابتدى مباراه تونس كويس جدا. لو بصيت ابتدى المباراه بشكل كويس جدا وما كانش خايف واهدى، وزيزو شاط كام كوره وعمر جابر كان ممكن فرصة. وكرة كان عمر جابر لو حط رجله صح وبتاع. فانت بتتكلم ان الزمالك عنده القدره، الترجي مش بعبع. الترجي مش بعبع، قوه الترجي واضحه. طب ايه اللي المفروض يتعمل؟ شخصيه البدايه. لا اوعى اسماء يا هشام، اسماء. انت دلوقتي لازم تلعب بكره برؤى. رؤى هو شغلته املى نص الملعب بحيث اللي طارق بيقول عليه ده ما يبقاش في نص ملعب مش متفرج. انا عارف ان في ناس تقول لك رؤى هيملى الحته دي. والعب بدونجا والعب ببلحاج الاثنين جنب بعض تمنيتين. يعني العب برؤى والعب ببلحاج والعب بدونجا لسببين. اول حاجه ان انت لازم يبقوا ايكوال في نص الملعب، لان انت لما بتيجي تبص على الافراد في الترجي دايما هو الجبهه الشمال عندهم اخطر حاجه. الحمد لله ان بن حميده الباك ليفت موقوف 3 انذارات وده بيعمل دويتو وجبهه ناريه هو وحمدي الهوني. بيشتغلوا كويس تمام. دلوقتي انت بن حميده ده مش هيلعب في مدافع
بيلعب زي مثلا لما تيجي تقول مثلا كابتن محمد يوسف كان بيلعب مساك اشول بس ساعات ممكن يلعب باك رايت. في واحد اسمه حسام دكدوك. حسام دكدوك ده هو اللي ممكن يلعب مكان بن حميدة كباك ليفت وده بيقف بيقف. فانت كده بقى فرد هو اللي تعمل حسابه هو حمدي الهون. ده رقم واحد. هم الجبهة الشمال عندهم كجماعية بن حميدة وحمدي الهوني, والناحية التانية هو أنيس البدري. أنيس البدري بيلعب في ظهره باك عنده 19 سنة اسمه رياض اسمه رياض بوشنيبة. رياض بوشنيبة ده من مدرسة أو شباب الترجي, ده لعيب نص ملعب. نبيل معلول لما مسك زقه كباك رايت, فهو النوعيه زي فكره احمد فتحي كده الباك رايت اللي بيقف وبيدافع سوليد يعني. فانت كل القصه انيس البدري وحمدي الهوني توقفهم صح رائد بشنيه بالظبط. نص الملعب بقى لو عرفت تخليه ايكوال وده طبيعي ان هم مش هيهاجموك بشكل كبير بكره. انا شايف ان الترجي مش بعبع. ماشي الترجي مش بعبع, اهم طيب حاجه بس التركيب. طيب طارق هشام اتكلم ان تركيبه نص الملعب رؤى دونجا بالحاج ودونجا وبالحاج. هل انت شايف ان ده يكفي ان انت تشكل خطوره هجوميه على الترجي؟ لان انت عايز تكسب. انت رؤى ماشي هيامن هيامن الحته دي, ولو في حد بديل لدونجا مع بالحاج مين اللي ممكن يبقى بديل لدونجا؟ انا في رايي في الاول ان المشكله في الزمالك مش مشكله افراد, مش مشكله مين اللي هيلعب او مين اللي مش هيلعب, هي مشكله في الاول مشكله تنظيم. هي زي ما احنا ما اتكلمنا هنا ان الفرقه كانت مشكلتها يعني انت لو موجود عندك مودريتش وكروس وبيلعبوا بالشكل ده وبنفس السيستم ده الزمالك هيقابل مشاكل برضه والناس هتروح بين خططهم عادي. فهي المشكله مش في الاسامي مش في الافراد, هي المشكله في التنظيم نفسه. في فريرا هيلعب ازاي؟ هل هيضغط بنفس الشكل؟ هل لا هو لازم يلعبش بنفس الشكل. لازم الناس بتاعت نص الملعب تبقى عارفه ان القرارات ايه اللي لازم ياخدوها, عارفين هم نازلين ايه المعلومات اللي عندهم, هل هم يروحوا بالشكل ده ويفضوا نص الملعب ولا الناس تقف علشان تحمل المكان ده. انا بقول ان لازم فريرا اول حاجه يعملها في الماتش اللي جاي او هو ما يبداش بنفس السيستم ده, ما يشتغلش بنفس الشغل اللي هو اشتغله. حتى لو عايز يضغط عالي من فوق قصدك اسلوب الضغط يعني لازم يتغير. حتى لو عايز يضغط عالي من فوق ما يضغطش بنفس الشكل اللي ضغط بيه, لان هو اللي عمله ده مش ضغط, اللي عمله ده اللي هو فكك الفرقه بتاعته وخلاص على كده ما عملش اي حاجه. فهي المشكله الاولى في الزمالك مش مشكله اسامي مش دونجا ورؤى اللي هيلعبوا. انا ده رايي. هي المشكله مشكله تنظيم. لازم الفرقه دي تتنظم. مين الاسامي المتاحه في نص الملعب في القائمه؟ ممكن تقول لنا قائمه الزمالك يا جماعه؟ عمرو السيسي رؤى عمرو السيسي دونجا مين السنتر باكات اللي موجوده؟ باكات ورا شبانه وحسام عبد المجيد عبد الغني وعبد الغني والونش هو اللي طلب يخش. ماشي الونش احتياطي يعني بس هو اللي طلب. هو فيريرا بالنسبه له هو مش موجود واقعيا, هو مش هو خايف على بس وجوده مهم طبعا طبعا ودي برافو. وجنب ميدو الكلام ده انا برضو مش مع فكره ان بالحاج يبدا الماتش ده, لان انت ماتش زي ده انت ممكن تحرق بالحاج. بالحاج لعيب لسه جديد ولسه داخل على الفرقه من فتره قريبه, ما عندوش خبرات كتيره في افريقيا, ما عندوش خبرات كتيره في ماتشات زي دي, ما هو ما عندوش بدائل. ما بس ما, ما يعني ما ينفعش انك تحرق لعيب في وقت زي ده. انت لو اللعيب ده نازل وما عملش ماتش كويس خلاص هو اتحرق, لان ده ماتش اصلا فيه ضغوط كبيره جدا, وان الفرقه مش مستحمله ان حد ينزل ويخسروا لعيب, لان الفرقه ما فيهاش لعيبه كفايه في المكان ده. فانا في رايي لو انا مكان فريرا مش هفكر في بالحاج اللي هو يبدا, ولا بالحاج ولا ناصر منسي ولا اللعيبه الجديده دي. لازم اللعيبه اللي تلعب في الماتش ده تكون لعيبه هي اوريدي موجوده في الفرقه ورجليها في الملعب وبتلعب وعندها خبرات كفايه وبتشارك بشكل كبير او بشكل مستمر مع الفريق. فانا مش مع دخول بالحاج في الماتش ده اصلا. ماشي يعني انا 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 اتفضل يا طارق تعالى. انا 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 في رايي ان يعني رايي يعني ان لازم بالحاج وسيف جعفر يبدا. يعني لازم يبقى الزمالك عنده اتنين لعيبه نمره 8 لعيبه كوره, انت عايز تكسب وبالحاج انا معاك ان هو راجل بعيد وكل حاجه, لكن هو ما عندوش بدائل. يعني هو مفيش قماشه في ايديه يقدر ان هو يغير كتير. انما النهارده انا شايف لو الزمالك بدا بلعيب ارتكاز رقم 6 واقف كويس وحامي الحته اللي انت بتقول عليها اللي هي المشاكل اللي ظهرت دي, والاثنين لعيبه نمره 8 دول زقين والزمالك معاه الكره كانهم لعيبه نمره 10 وبيشتغلوا في الحته دي, هيسببوا مشاكل كبيره جدا للترجي. لان الترجي انا اتفرجت على جزء كبير من الماتش اللي فات, الترجي عنده مشكله كبيره جدا. الترجي بيقفل جناب الملعب كويس, بيقفلها كويس حدود ال 18 قلب الملعب, عنده مشكله كبيره جدا. لو الفرقه اللي بتلعبه عندها لعيب الكره بتعرف تستلم بين الخطوط وبتعرف ان هي تسبب مشاكل وبتعرف ان هي يعني هتعمل خلل في التوازن للعيبه نص الملعب بتاع الترجي. وانا يعني ما اعتقدش ان فريرا بكره
هيقسم الماتش بحته ان هو انا اعتقد ان فريرا بكره هيحرق بنزين هيدوس بنزين من اول دقيقه لازم. وهو لازم يعمل كده, لازم يوصل رساله لعيبه الترجي من اول ثانيه ان احنا ميدو بس فيش. لازم الكلام ميدو ده يحصل بتوازن يعني انا ما اروحش ابيع نفسي. طارق لازم عمرو السيسي مش لعيب نمره 8, مش لعيب لما بيلعب في الحته دي بيعمل لك نقص كبير جدا وانت معاك كوره, فعشان كده انا بقول لك ان مفيش بدايل. انا عشان كده لما جيت اخترت ناس لما يعني جيت قلت لك رؤى يحمي الحته دي. رؤى ما تطلبش منه اي حاجه في الملعب غير ان هو يحمي عمق الملعب. دونجا وبالحاج, ليه انا طلبت كده؟ لان الاثنين دول افضل اثنين ممكن يلعبوا 8 يساعدوك برضو اميدو في حته ايه, ان انا اقفل الجناب وادافع ورا زيزو. خلي بالك الفكره كلها ان انت ممكن تلعب باتنين كورتهم كويسه 8 بس مش هيقوموا باي واجبات دفاعيه لو انت سايب ادوار هجوميه بس لزيزو. ما انا ممكن اروح لعب بسيف فاروق جعفر, بس هل سيف فاروق جعفر هيرجع يدافع او هيدافع بشراسه ان انا مثلا احمي الوينج ليفت او الوينج رايت بتاع لو قدم؟ لا انا شايف ان سيف جعفر لعيب كويس قوي. وبعدين انت لما تحط دونجا نمره 8 في ماتش زي ده انت كده مش هتاخد منه حاجه هجوميه, لان دونجا مش اللاعب اللي يلعب لك بين الخطوط. عشان كده انا عايز العب كوره واستلم. امام عاشور هو مش امام عاشور, ولكن 8 جنب دونجا هو اللي يمط لقدام. انا بصراحه شايف ان دونجا لم يقدم اي شيء, ان هو ولا حد من الصفقات الجديده ولا هو 6 ولا هو 8, بس دونجا فعلا وعمر السيسي لغايه دلوقتي هما الاثنين ما قدموش اي حاجه تشفع لهم ان هما يلعبوا ماتش كبير زي ده. بص يا ميدو انا عايز اقول لك وجهه نظري في الحته دي. انت اهم حاجه انا شايف, انا لو انت بتقول لي التشكيله, انا نص الملعب انا نفسي فروقة ودونجا وبالحاج ومصطفى شلبي وزيزو والجزير. هو موجود السنتر باكات المتاحه حسام عبد المجيد وعبد الغني وشبانه. انا فاهم دماغك رايحه فين. انا عارف دماغك رايحه لعبد الغني 6. انا نفسي ان عبد الغني يلعب 6. انا برجوع هو الزمالك ما ظبطش السنه اللي فاتت الا مع عبد الغني لعب 6 برجوع الونش. بس لما يرجع الونش انا شايف ان لو فيريرا كمل يعني فاهم هيعمل الخطوه دي. هو الزمالك لازم يعني انا في رايي ان احسن حاجه للزمالك لو يرجع يلعب بثلاثه ورا هو ده احسن. ماشي لما الونش يرجع انت عارف حتى في الوقت الحالي طارق انت عارف المشكله يعني ما لو لعب مفيش لا ممكن يعني المسلوس زي ما هو كان يعني لما كان بيثبته وهم معاهم الكوره كانه قلب دفاع ثالث مع عبد الغني مع حسام عبد المجيد دي ممكن تظبط له الفريق بفيها توازن اكتر. وفي نفس الوقت هشام هتخليك ان انت تستفيد من لعيب هو واحد من احسن لعيبه كانت بتعمل له حلول في الموسم اللي فات هو سيد نيمار. يعني نيمار لما كان بيلعب وينج باك ناحيه اليمين كان بيعمل له حلول, لعيب بيروح واحد على واحد بيدربل بيلعب العرضيات كويس, انما انت بالطريقه اللي بتلعب بيها مش عارف تستفيد منه. انت اتكلمت على حاجه مهمه, بس انت دلوقتي يا ميدو انت اتفرجت على الماتش الاولاني. عيوب الترجي اللي بانت في قلب تونس كانت ايه لما الزمالك كان بينشط هجوميا, لما كان في اللعيبه بتتحرك في عمق الملعب كويس؟ برافو عليك. الترجي مش كابوس, الترجي مش كابوس, الترجي 3 4 عناصر وقفتهم التقيت شرهم هتعرف تكسب الترجي. انا لو بتسالني انا وانا عارف دي عمرها ما هتحصل, كان نفسي الزمالك يلعب ال 4 2 3 1, كان لازم يبقى فيه 10. النقطه اللي انت قلتها ان عمق الملعب اللي فيه خطوره دي, يعني انت هتقعد زيزو يرفع ومصطفى شلبي بيرفع مش هتطول كره عرضيه. مين اللي يلعب 10 يا هشام؟ بالحاج تمام يلعبها, لان هو اصلا بالحاج ميدو 10 او وينج. انا خايف. ومين يلعب على الدايره؟ يلعب برؤى ودونج. يلعب برؤى. خلي بالك انا عايز 10 ليه؟ النقطة اللي أنت بتقول عليها دي نقطة خطيرة جدا, إن العرضيات بدل ما تتعمل أنت لو قعد زيزو يرفع ليوم القيامة محدش من فراودة الزمالك ياخد منهم كرة عالية. كل الخطورة اللي بتتعمل الكور اللي ماشية على حدود ال 18 هي دي مشكلتهم الأساسية. فأنت لو لعبت ال 4 3 3 هيقفلوا عليك الأطراف. لازم الزمالك بكرة, بس دي مش هتحصل. بقول لك لو أنت بتسألني أنا كهشام أنا نفسي الزمالك يلعب ال 4 3 3. لكن أنا بتكلم على مع طارق إن هو لازم يستفيد من حمزة المسلوسي, لأن حمزة المسلوسي بصراحة هو هيلعبه بكرة لعيب كبير, وبعدين عنده ثبات انفعالي كبير جدا في الماتشات الكبيرة. عنده خبرات طبعا. لا يعني لعيب رغم إن هو اتعرض برضه, وعلى فكره حمزه المسلوسي ده درس برضه لانه اتعرض لانتقادات كبيره وتعرض لتريقه وتعرض لكل حاجه. الاربعه ورا بتعمل له مشاكل كتير جدا, هو لما بيلعب في اربعه ويروح على الخط ويرجع تاني بتعمل له مشكله ان هو في الرجعه بتاعته مش احسن واحد ممكن يكون بيعملها. لما انت لما بتلعب باربعه
وتثبته كانه سنتر باك ثالث وانت معاك الكوره، ده بيحميه بشكل كبير جدا، وفي نفس الوقت بيعمل للفرقه توازن، وفي نفس الوقت برضه بيخليك تستفيد من اجنب الملعب اللي انت يبقى عندك اتنين دايما فاتحين الخط، وده بيبقى فيهم ناس بيعرفوا يشتغلوا بشكل جسدي في الثلث الاخير، بيبقى عندك جناحين داخلين لجوه في الاوف سبيس عشان يشتغلوا في الحته اللي بين الخطوط زي ما بيدو ما كان بيقول في اول الكلام. فانت الثلاثه ورا هتحدي لك حاجات كتير جدا هجوميا وكمان دفاعيا. بس انت مش ملاحظ حاجه يا بيدو؟ انت ملاحظ ان الراجل برضه الله يكون في عونه في حاجه، انت لو بصيت على اخر 5 6 7 8 ماتشات لنادي الزمالك هتلاقي نص الملعب كل ماتش بيتغير. مش بمزاجه، هو مش بمزاجه. انت الزمالك لو بتسالني الزمالك نسي يجيب ستة، نسي يجيب بص هو الزمالك نفسه هو مين الباكات ليفت المتاحه؟ هو واحد بس، دي كارثه. فتوه. مين كارثه؟ مين داخل المباراه بفتوح بس؟ فتوح مش جاهز. لا فتوح بيلعب بيلعب جاهز. لا قصدي جاهز بس انت لو جاهز وربنا ما 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 ما, ما, ما يجيب له اي اصابه افرض لا قدر الله هيودي حمزه المسوسي باك ليفت. طيب دي كارثه يعني. دي كارثه. بس انا شايف ان احنا ان الزمالك لازم يلعب 4-3-3 ده رايي يعني. بمسلوسي باك رايت وعبد الغني وعبد المجيد وفتوح ده اللي هيحصل، وقدامهم رؤى وعلى يمينه بالحج وعلى شماله سيف او العكس وزيزو وينج رايت والجزيري راس حربة وابراهيم انداي وينج ليفت، لان ابراهيم انداي عنده ميزه مهمه جدا ان هو بيدافع كويس هيسند فتوح بشكل كويس، وابراهيم انداي عنده ميزه عن كل الاجنحه اللي تلعب في الزمالك ان هو بيكمل في ال18 كويس كراس حربة تاني، وانت مع الكروسات اللي انت كنت بتتكلم عليها بتاعت زيزو محتاج ان يبقى في كثافه هجوميه جوه ال18، محتاج ان يبقى على الاقل في 3 لعيبه في كل الكروسات يبقوا موجودين يخلقوا مشكله. عشان كده انا 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 يعني لو 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 بختار ان في حد يلعب انا اختار. صح انت وانا عندي ثقه كبيره جدا في ابراهيم انداي، يعني ابراهيم انداي لعيب انا دربته في وادي دجله وعارف امكانياته كويس جدا، وابراهيم انداي اتظلم دلوقتي سليم. لا هو اتظلم في بدايته مع الزمالك لانه لعب في وقت صعب، ولما تالق ولعب كويس اتصاب واتحط في وسط سله ال 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 اللي هو لا اللي هو الصفقات كلها. لا انا رأي انا 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 في رايي ان في 2 لعيبه لازم يتفصلوا من 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 القصه دي، ابراهيم انداي ومصطفى شلبي. لان انا 10 على 10 ماتش بيرت. مين مصطفى شلبي؟ يعني مصطفى شلبي مظلوم يعني، لعيب من سنتين كان بيلعب في الدرجه الثانيه بعد كده يعني ضغوط يعني مش متعود عليه يلعب في الزمالك، وضع مختلف يعني صعب اللي هو يعني على طول تحطه في من الدرجه الثانيه للزمالك. الموضوع مش سهل يعني، ضغوط مختلفه اللي بتلعب قصاد جماهير مش هتستنى عليك، محدش هيرحمك يعني. انت في الزمالك لما تيجي تلعب ماتش وحش خلاص انت محدش هيرحمك. خلي بالك يا ميدو، ميدو انت لما نيجي نتكلم على يورجن كلوب مثلا في انجلترا بتجيب نجم جايبه ب 80 مليون او 100 مليون يا طارق وبتقعده 6 شهور عقبال ما يولف على الريتم ويولف على الفرقه. ودي انت من هنا اللي حصل. انت هنا عملت ايه؟ خدت ناس اصلا ما بتلعبش تحت ضغط جماهيري، دخلوا على نادي وكيان كبير اسمه نادي الزمالك بجمهور كبير اسمه نادي الزمالك، عنده مطالب كتير ومره واحده متضار للنار. علشان كده بقول لك بالحاج ما ينفعش يبدا الماتش. وفي لعيبه، في اللعيبه الكبار النهارده لما في لعيبه اللي لسه وهي جايه الزمالك لازم بيفهموا ايه القصه ايه؟ يعني انت النهارده معلش لازم يحصل احتضان. لا طبعا. يعني لازم النهارده يفهموا القصه ايه؟ انا يعني ما ينفعش ان انت تبقى لسه جاي نادي الزمالك وتروح محل ليزر تعمل جلسه ليزر. انت خلصت على نفسك، انت قتلت نفسك 7 8 شهور اللي جايين. مفيش يعني لازم الناس تفهموا مليون في المية. يعني انت عارف ان زمان كان اللعيبه الكبار لما نروح نادي كبير وحصلت معايا اكتر من مره زمان يعني كانت القصه مختلفه يعني، بس كان يقول لك ايه ما تلبسش جزمه ملونه. ما تلبسش جزمه ملونه يعني خليك في الاسود، فاهمني؟ ما تشدش انتباه دلوقتي لاي حاجه، العب وجيب اجوان واشتغل وبعد كده اعمل اللي انت عايزه. انت عارف ليه هم دخلوا؟ لان انا خلي بالك انا لعبت في انديه طبيعتها زي الزمالك. يعني لعبت في روما طبيعتها زي الزمالك، مارسيليا طبيعتها زي الزمالك، اللي هي الجمهور عنيف جدا بس لو حبك هيحبك. هيحبك وهيشيلك فوق دماغه بس لازم يحبك. فدي مهمه النصائح للعيبه اللي ودي النصيحه اللي انا عايز اقولها لمصطفى شلبي. مصطفى شلبي قدام بيراميدز عمل احسن مباراه لي بمنتهى الامانه من ساعه لما جه نادي الزمالك. بس انا عايز اديله نصيحه سريعه. هو دايما لو انت لاحظت ميدو كل مراوغاته على الخط، كل مراوغاته على الخط لازم ينوع، لازم ينوع. انت بصيت على اي وهو بيعدي لازم يعدي على الخط، لازم ينوع ان شويه لجوه وشويه لبره، لان هو لما بيعدي
على الخط والكرة عقبال ما خلاص هتطلع ضربة مرمى بيبتدي يشغل رجليه الأضعف، فما بقاش فيه إتقان في الأسيست اللي بيعمله. يعني هو دايما تلاقيه عدى وصل خلاص الكرة طلع ضربة مرمى، فأنت لما تجيلي على الشمال بحاول أشيلها وخلاص. هو كان بيعملها كويس بيلعب وراه كمان بيعملها. في كارثة كبيرة في كارثة كبيرة غير نص الملعب كابوس نادي الزمالك الأولاني نص الملعب، لكن الكابوس الأكبر سيف الجزائري. كلمك بأمان على زيزو على مصطفى شلبي واي وينج، يا عم انا عايز اديك الكوره، عايز اعمل لك كروس، انت فين؟ يا ما دخلتش يا مستخبي. صحيح. كل التوفيق للزمالك في ماتش بكره. نطلع فاصل وبعد الفاصل هنتكلم عن ماتش الاهلي والمقاولين واللي حصل في ماتشات الدوري النهارده. الحمد لله جو بونس كو جيران كراس اجي قدروا يكسبوا النهارده قدام فريق تونس، فريق قوي فريق عنيد. ونقول ان الشغل ما بينتهيش مهما كان هو ايه، وهم مركزين على الفاينل. كانش متوقع حاجه زي كده، هو كان اشتغل وتعب واجتهد وعشان كده هو لقى نتيجه الماتش ده. هو كان بيقابل فريق قوي فريق تونس فريق عنيد، فهو ما كانش متوقع حاجه زي كده، بس هو اجتهد وكان متوقع ان هو يأدي، بس ما كانش طبعا اكيد مش ما كانش متوقع ان هو يكسب 3 صفر يعني. وهو شايف انه فريق تونس فريق قوي، وان هو يعني اكيد برضو كان يستاهل الفوز، لان دي هي دي كرة القدم، وان هي دي برضو يعني في فوز وفي خسارة لكلا الفريقين، فهو اكيد ما كانش يتفرج. الماتش النهارده ما كانش سهل خالص، وكان صعب جدا على الكل، عشان كان في ضغوطات في كل على السنغال وعلى تونس. وهو بيقول ان الفريق النهارده لعب بشكل كويس جدا، وهم بيستعدوا عشان خاطر يقدروا يوصلوا لماتش الفاينل ان شاء الله ويركزوا فيه. كان متوقع ان هو ممكن يكسب بالنتيجه دي، وعشان هم جهزوا بشكل كويس جدا عشان خاطر الماتش. صحيح النتيجة كانت ثقيلة نوعا ما مقارنة بالمستوى الفريقين، لكن على مستوى الأداء ما كناش تقريبا جاهزين. ثم من منتخب مثل منتخب السنغال لما تخطي أخطاء مباشرة كده تدفع كاش، تدفع الكاش، وصعب جدا أنه مع يوم راحة ناقص على مقارنة بمنتخب السنغال مع 120 دقيقة في المباراة الربع النهائي. نظن انه بدنيا ما كنا جاهزين مع اخطاء في اول ربع ساعه 20 دقيقه من الشوط الاول، صعب جدا، اصبحت الامور معقده نوعا ما. الشوط الثاني حاولنا ان نعدل الامور، لكن للاسف ما كانش عندنا القوه البدنيه الكافيه، حتى على مستوى الذهني ما كناش قادرين انه نرجع في المباراه. منتخب السنغال استحق الوصول للنهائي. نقولوا نتاسف للجمهور التونسي، كنا نتمنى ان نمثل الكره العربيه في النهائي، لكن للاسف الحمد لله ان تاهلنا للمونديال، لكن كنا تقريبا ما كناش في الموعد اليوم خاصه على المستوى البدني. الحمد لله على كل حال كوب دي موند الحمد لله معناها كاليفيه، هذاك الاوبجيكتيف الاول نتاعنا. وان شاء الله طموحاتنا ان شاء الله كبيره، نحضروا الكوب دي موند هذايا معناها كاس العالم، وهذه تجربه لنا نحن، ومش نحسنوا من رواحنا، وباش نطوروا من ليكيب نتاعنا، وان شاء الله جاي خير ان شاء الله. كناش في الروندمون نتاعنا، نعرفوا روحنا خيرك خير من نكايه برشا ان شاء الله. الحمد لله على الكاليفيكاسيون، وفقنا ربي في الليتاب الاولى. الليتاب الثانيه ما كناش حاضرين، وكل واحد يتحمل مسؤوليته بقدره ربي. تروح الجيش نوري الوجه نتاعنا اللي تعرفوه الناس الكل ان شاء الله. صحيح اليوم خساره توجع على غالب، خسرنا تنجم تقول اليوم نحن اعطيناهم بونتويت. الحمد لله جينا على الاوبجيكتيف الاول هو الترشح للمونديال، الحمد لله ترشحنا، ومازلت لنا توا تروازيام بلاس نلعبوا عليها ان شاء الله. اهلا بحضراتكم مره تانية في الريمونتادا. هشام، الاهلي عنده المقاولين بكره في ظل وقت فيه ضغط مباريات كبير وسفر، انت شايف ان بكره الاهلي يلعب بالصف الثاني ويريح لعيبه كتير، ولا يلعب فول باور؟ بص، هو كده كده المباراه سواء في سان داونز او ما فيش سان داونز المباراه كانت صعبه، ان المقاولين السنه دي فرقه تقيله جدا، فرقه بلغه الكره رخمه جدا طبعا، فرقه محترمه، وقبل كده قابلوا بعض في الكاس وكان 1-1 والاهلي كسب فول تيم، كسب بضربات الجزاء،
فالمقاولين فرقه صعبه جدا. وطبعا الغيابات اللي هتحصل ده قرار كولر خده. انت خدت قرار ان انت عايز هتريح نجوم كتير. انا سامع لعيبه كتير هتريح، سامع ان معلول هيريح، وسامع غير الغيابات طبعا المؤثره سلية على 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 على، فهو قرار. يعني انا شايف ان بكره شادي حسين هيبدا، سافيو هيبدا، اللعيبه كلها اللي هم صف اول اللي ما كانوش بياخدوا وما بيعتمدش عليهم بشكل كبير هيديهم بكره. يعني بس انا سافيو لو بدا هشام هيحرقه، لان هو بقيده بقاله كتير عن الملعب، هو هيحرقه لان يعني نزل شوط تاني. لان هو كده كده سافيو من الاسماء اللي هو مرشحها للرحيل. يعني مش عايز اقول لك الاسماء عشان ما يبقاش لا بلاش يعني بلاش، لكن هو من الاسماء اللي هو مرشحها للرحيل. يعني عايز اقول لك انا 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 عبد القادر متاح بكره يا طارق في القائمه، في قائمه الاهلي. سافيو هيلعب مش هيبدا بسافيو والله، ما بيلعبش. هي هو وصل هيبدا بعبد القادر. لا ليه؟ عبد القادر مصاب عنده غيابات وهو مريح. يعني انا بكره هيلعب باشرف باك ليفت، اشرف هيلعب باك باك رايت. ممكن تلاقي مفاجاه، ممكن تلاقي مفاجاه ان بكره قفشه. قفشه على فكره عيد ميلاده لازم نقول لكم سنه طيب، سنه طيب، سنه طيب قفشه. وقفشه على فكره هو قفشه من الناس اللي انا بحبها جدا، شخصيه محترمه جدا. وكابتن سامي قمصان النهارده عيد ميلاده، بقول لكم سنه طيب برده، من الشخصيات المحترمه جدا كابتن سامي. يعني نموذج للمدرب المخلص المجتهد وراجل يعني بيعشق النادي الاهلي، وابن من ابناء الاهلي المخلصين. كل سنه طيب يا كابتن سامي، وكل سنه وانت طيب يا قفشه. بس انا معلش انا مش متفق معاك. ايوه انا عايز كده. انا مش متفق في حكايه اللي هو يعمل روتيشن وينزل الناس اللي هم بتوع الصف الثاني. هو هيعمل روتيشن في الماتش. انا مش مع كده. يعني هو لو عمل كده لا، بس طارق ما ينفعش يلعب معلول مثلا. يعني ماشي معلول ماشي، بس انت يعني بس بص سان داونز في الماتش، في الماتش في الماتش بتاع في الماتش بتاع الداخليه، الماتش بتاع الداخليه هو عمل كده وبدا يريح ناس من الاساسيين ولعب بناس من اللي ما بتلعبش، والفرقه يعني الاهلي اتقطع في الماتش ده. هيعمل توازن، ما لعبش ماتش كويس، هيعمل توازن. يعني لازم هيبدا بمحمد اشرف باك ليفت، لازم يريح معلول. ايوه انت ريح، انت عارف انا سامع مين تريح عشان انت عندك ماتش مصيري. بس انت عارف انا سامع مين ممكن يلعب باك رايت بكره؟ مين؟ ربيع، رامي ربيع. كنت خايف خالد عبد الفتاح مصاب. خالد عبد الفتاح مصاب. وبعدين انت ماتش مش سهل، المقاولين ماتش مش سهل، فرقه صعبه، فرقه بتضغط في كل مكان في الملعب. وانت كده كده عندك فرقه بتدبدب وراك في الدوري، يعني في فرقه مستنياك اللي انت تخسر نقطه. هي الاريحيه في النقاط هي اللي خليته ياخد مجازفه زي دي. ايوه بس انت بس عارف يا هشام ان هو لو نتيجه سلبيه تدخلك ماتش سان داونز تحت ضغوط اكبر بكتير من المفروض، خاصه ان انت لو الاثنين. اتمنى التوفيق للنادي الاهلي طبعا في سان داونز، خاصه ان خلي بالك معلومه ان فتحوا مجان مع اعلان النهارده، مش مشكله عادي. فانت فالفكره ان انت لا قدر الله مثلا وقعت المقاولين ووقعت سان داونز، لا، لان خلي بالك الزمالك ممكن يبقى بعيد، لكن فيوتشر مين مع وجود اوبشنز كتيره في نص الملعب يا طارق، مين يلعب في نص الملعب؟ انا شايف ان في الماتش ده لازم مروان عطيه يبدا، بغض النظر عن مين اللي هيبدا جنبه، بس لازم مروان عطيه يكون موجود. هو بيلعب هيلعب بثلاثه صح؟ الموجود هو عنده يا جماعه قائمه الاهلي موجوده ما بيطلعوش، مش موجوده. لا مش ديانج صح؟ في ديانج وحمدي فتحي، ديانج وحمدي ومروان، ومروان وفي السوليه جاهز ولا لا؟ لا لا السوليه مستبع يعني اصاب. لا عنده مصابين، انا فرق السوليه ومتولي والشحات. لازم مروان عطيه يلعب ويتبنى عليه اللي هيلعب جنب منه. هو كده كده مروان عطيه ده لازم، لان انت في ماتش زي المقاولين فرقه ميدو زي ما انت عارف كابتن شوقي غريب على طول بيضغط في كل مكان وبيبقى اولموست مان تو مان بالذات في نص الملعب. فانت لو ما عندكش اللاعب اللي بيعرف يقف على الكوره ويتصرف بيها بشكل كويس هيبقى عندك مشكله كبيره جدا. ديانج وحمدي فتحي مش من اللعيبه دي، يعني مش هم اللعيبه اللي يقفوا على الكوره في نص الملعب وياخدوها ويحاولوا اللي هم يطلعوا الناس اللي قدام. وده حصل في ماتشات كتير جدا اتفرجنا عليه للاهلي لما كان بيلعب بديانج او حمدي فتحي نمره 6 او في الحته اللي هم بيبقوا مطلوبين اللي هم ياخدوا الكوره من المدافعين ويدوروا الكوره، ده بيعمل لهم مشاكل كبيره جدا. علشان كده لازم مروان عطيه هو اللي يكون موجود قبل اي حد في نص الملعب. تشكيله القادم، تشكيله القادم او التوليفه اللي نفسه يوصلها هو حمدي والقندوسي ومروان، ولكن طبعا مع رجوع السوليه هيجي ممكن على القندوسي. ده التركيبه اللي هو عايز القندوسي. انا في رايي ان القندوسي ما ينفعش اللي هو يكون حد من الناس اللي بتخش في الخناقه دي، لان انت عايز اللاعب اللي في الثلث الاخير اللي يحل لك، اللي يسلم الكره بين الخطوط، اللي يوصل الناس للجول بتاع الفرقه الثانيه. والاهلي ما عندوش حد بيعمل الحته دي، هم عندهم ميزه يعني قفشه بعيد سولي جدا سولي عن المكان ده. انا شايف بص اقول لك، لو الراجل امين ولا ينظر الى الاسماء، رايي لو هو امين يعني لو راجل يعني بيبص للموضوع بدون النظر للاسماء، احسن ثلاثه لعيب نص ملعب يلعبوا في الاهلي
حمدي فتحي نمره 6 وعلى يمينه مروان عطيه وعلى شماله القندوسي. لان السوليه بعيد عن الـ عن الـ عن الحته عن الحته دي القطن. وديانج لما بيلعب ستة يا جماعه بيعمل لا. مشاكل كتيره جدا في بيستلم الكره غلط لمسته الاولى مش لا مش يعني هو بريسنج تريجر لكل اي حد هيضغط عليه فرقه بتضغط هتعمل له مشاكل بقى جدا. وبعدين ضمنك هو ديانج احسن حاجه لعيب نمره 8 ما بيبقى موجود في الثلث الاخير يعمل لك كاونتر بريسنج يعمل لك دريبل بالكوره. هو لعيب بوكس تو بوكس هو مش لعيب نمره 6 هو بوكس تو بوكس. مشكله في الاهلي لما بيجوا يوظفوه نمره 6 ودي حاجه مش صح. وانا بقول ان الاهلي عنده مشكله كبيره لسه موجوده لغايه دلوقتي اللي هو ما عندوش لعيب نمره 6 اللي هو اللعيب بتاع النادي الاهلي. دي حمدي فتحي اوكي لعيب كويس وديانج لعيب كويس ومروان عطيه لعيب كويس بس مروان عطيه مش لعيب نمره 6 مروان لعيب نمره 8 وحمدي فتحي مش اللعيب نمره 6 اللي اتبنى عليه في النادي الاهلي. مش هو اللعيب اللي في الماتش مثلا الداخليه كنا اتكلمنا عليه قبل كده وطلعنا هنا على التاتش سكرين وقلنا ان ازاي ان الاهلي قابلته مشاكل كبيره جدا بسبب ان حمدي فتحي كان موجود على الدايره نمره 6. فلازم الاهلي لو بيفكر اللي هو يحسن ويعمل ابجريد للسكواد بتاعه للتشكيل بتاعه اللي هو يدور على لاعب نمره 6 قوي لاعب نمره 6 يعني. وهو كمان البالانس اللي هو كان عايز يلاقيه في خط الديفنس ان يبقى فيه لعيب سريع اجريسيف ولعيب جنبيه بيفكر. هو خسره باصابه متولي صح. يعني هو كان نفسه ان هو يبني ان عبد المنعم جنبيه متولي. اي حد تاني غير متولي يلعب جنب عبد المنعم في مشكله في الديفنس بتاع النادي الاهلي. لان ياسر ابراهيم ومش بقلل من قيمه حد ياسر ابراهيم سريع واجريسيف زيه زي عبد المنعم الاثنين شبيهين جدا. رامي ربيعه لما بيلعب نفس الكلام ومش ضامنه لان الاصابات بتجيله كتير. الوحيد اللي كان هيعمل له البالانس ده وهو كان عايز يبني على كده وكان باين جدا انه عايز يبني على كده هو متولي. لكن متولي مشكلته ان اصاباته كتيره جدا. وبعدين انت بتبص بكره ميدو انت خلي بالك ان الاثنين انا بكلمك لو معلول موجود وهيلعب وبتاع الفرقتين الجبهه الشمال هي الاقوى ليهم. انت بتتكلم اوشايا اللي هو الباك ليفت طبعا انت عارف ان كابتن شاوي بيلعب التلات وينج باك. اوشايا ده هو هداف الفرقه 5 اهداف فاهم قصدي. فهو لو بتتكلم معلول واوشايا هو الجبهه الاقوى ليهم. ايه عيب المقاولين؟ عيب المقاولين المسافه اللي ما بين فاروقه وما بين اوشايا. لما اوشايا بيهاجم فكره الترحيل بتاع المساك التالت اللي هو ناحيه الشمال ان انا اغطي بسرعه في ظهر اوشايا هي دي الازمه الحقيقه بتاعه المقاولين. والمقاولين عندهم مشكله تانية مشكله كبيره جدا ضربات جزاء كتيره جدا عندهم مشكله كبيره جدا في قلب الدفاع وميدو يعني كنت اسالك انت كده عارف الموضوع ده ان لا هي بغض النظر عن الاسامي بيدخل امير عابد الاسامي فيها مشكله بس في نفس الوقت التنظيم بتاعهم فيه مشكله ان كابتن شاوي على طول بيطلب من هو بيلعب بثلاثه دايما الاثنين اللي في الجنب بيطلب منهم ان هم يطلعوا فوق يقابلوا اي حد موجود في الحته دي وده بيعمل مشكله بيتهم يعني بيطلع ده بيعمل مشكله في ظهرهم. اي كره بتتلعب في ظهر الناس واي جناح بيحاول يقطع بشكل قطري في ظهر المدافعين دول بيعملوا مشكله كبيره جدا. فانت المقاولين لازم يكونوا او الاهلي لازم يكون عارف ان وجود جناح بيبقى يعني انسايد وينجر اللي هو اللي بيخش لجوه يتحرك في ظهر الناس هيكون سلاح مهم جدا للاهلي في الماتش ده يقدر هو يكسب منه بلس العرضيات اللي انت بتتكلم عليها. صحيح برضه المقاولين عندهم مشكله كبيره جدا صحيح. فيه ماتشات النهارده هشام نبدا بماتش البحله والداخليه وفوز مهم جدا ومستحق للداخليه. عايزين نشوف نتائج النهارده. الداخليه بيفوز 2-1 على المحله والمصري بيفوز 1-0 على طلائع الجيش. نبدا عشان بماتش الداخليه والمحل. انا اتفرجت على الاثنين انت عارف بحب ما وراكش حاجه لا الداخليه لعب مباراه كويسه جدا لعب مباراه بنى على مباراه النادي الاهلي دخل بتركيز شديد وكان افضل من المحل. وانا هتكلم بمنتهى الصراحه ان في لخبطه كبيره جدا في المحل لان انا مش عارف مثلا لعيب زي مصطفى العيش ده باك ليفت ده زي عبشافي كده العبه مساك ليه لخبطه كبيره جدا عشان عايز حد بيبدا الهجم كويس. جميل انا دلوقتي في مرحله بنا طب انا في المراحل الدفاعيه في عنده مشاكل كبيره جدا مشاكل كبيره فالمهم يعني فالداخليه كان احق. انا بقى معجب بعبد الرحمن ده جدا بقى ما بقول لكم من ماتش الاتحاد وسمير فكري لعيب كويس جدا وسمير فكري لعيب كويس وعبد الرحمن عبد الرحمن ايه خلي بالك ده اسمه عبد الرحمن ايه يا جماعه عبد الرحمن السكران ده الاسم الدلوع يعني بس هو اسمه البنوبي. هو على فكره اسمه البنوبي. هو هيبقى لعيب كبير من اسمه خلي بالك هو نزل والله انا بقول عبد الرحمن السكران ده خلي بالك ده عارف في الشتاء مصيبه سودا بقى لما في تلج كمان عارف عبد الرحمن عارف عبد الرحمن السكران ده عامل زي كهربا وهو صغير
ستايل كهربا وهو صغير ما تقدرش تتوقع منه هو يعمل. خلي بالك هو نزل ماتش الاهلي بيخلي الفرقه الثانيه يبقى عندها عشوائيه لان هم لعيب مش متوقع يعني صعب تتوقع لعيب عنده شخصيه لعيب كويس قوي. خلي بالك هو نزل ماتش الاهلي قلب الدنيا. طب معانا كابتن صبري العيد المدير الرياضي النادي المحله او لشركه الكره في المحله. كابتن صبري مساء الخير. اهلا بحضرتك يا كابتن. الله يخليك كابتن. يعني سمعنا اخبار كويسه ان في بيان ان كابتن عبد الباقي جمال باقي مع الفريق. ايوه كابتن صح والله. انا بكلمك وانا يعني احنا لسه راجع من القاهره اهوت يعني انا في الطريق. يعني مجلس الاداره اجتمع بعد الماتش يعني قعدنا في القاهره مع مجلس الاداره وكده والقرار ده طبعا انت عارف احنا يهمنا الاستقرار دلوقتي وكده كابتن ميدو لان ممكن يعني انت عارف لو انت مثلا هتغير وكده يعني تبقى الامور صعبه انما احنا يعني ثقتنا كبيره جدا في الكابتن عبد الباقي وكده وان شاء الله باذن الله ان شاء الله نرجع لوضعنا الطبيعي باذن الله قريب. يعني ممكن اقول لحضرتك راي؟ اتفضل كابتن. انا في رايي ان عبد الباقي جمال واحد من احسن المدربين في مصر ولو في مدرب هرشحه لمنتخب الشباب فهو عبد الباقي جمال لانه مدرب بيلعب كره محترمه وبيلعب كره هجوميه وشخصيته كويسه وسنه صغير. فانا بحييكوا على قرار الابقاء على الكابتن عبد الباقي جمال. وانا بقول لك انا راجل يعني بتاع كوره ان عبد الباقي جمال هيبقى من احسن المدربين في مصر. والله كابتن حضرتك كلام حضرتك يعني كله ثقه وفعلا كابتن عبد الباقي من المدربين كويسين جدا. هو التوفيق وعدم التوفيق ده ممكن يعني في وقت يبقى مش الامور تبقى صعبه شويه انما الحمد لله رب العالمين كابتن عبد الباقي فعلا من المدربين الكويسين مدرب شاطر جدا في شغله وان شاء الله باذن الله يعني ثقه المجلس ثقتنا كلنا في الكابتن عبد الباقي ان شاء الله ان احنا نعدي الوضع بتاعنا ده ان شاء الله. كابتن كان في عندكم في اعتراض على التحكيم النهارده في حاجه؟ والله كابتن انت عارف يعني احنا على طول من الفرق اللي بنحس ان احنا يعني في نحس بظلم يعني. يبقى انت ما اتفرجتش على الاسماعيلي في الفتره الاخيره. لا والله كابتن والله كابتن انت عارف الانديه الجماهيريه والله كابتن ميدو انت عارف الانديه الجماهيريه دي بتحس يعني مش عارف اقول لك يعني احنا في ماتشات كتير جدا ضاعت مننا. احنا كنا زماننا دلوقتي في وضع مستقر جدا ما كناش هنعاني خالص. احنا الحمد لله وضعنا في الجدول برضه كابتن ميدو يعتبر يعني مش هنقول يعني وضع كويس سيف فان شاء الله باذن الله نعدي الموقف ده انما احنا كنا من بدري ممكن نكون مستنينا خلاص موجودين في الدوري نبدا نخطط للموسم الجديد يعني ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن صابر عيد المدير الرياضي للنادي المحله بشكرك على مداخلتك معانا. طارق عايزين نروح لماتش المصري والنهارده فوز مهم جدا والمصري ابتدى يرجع للنتائج الطبيعيه بتاعته لان المصري عنده فريق كبير جدا. لا طبعا فريق في سكواد كويس جدا في النادي المصري مجموعه لعيبه كواليتي محترم وكابتن حسام حسن هو دايما بيلاقي تولفته مع النادي المصري يعني تحس ان في كيمستري كده بينه وبين المصري وبين بورسعيد ويعني لفريق يعني فوز على طرائق الجيش مهم جدا. الجيش فرقه مش سهله ابدا واللي انت تلعبها وتكسب قصاد دي حاجه مش سهله. هو ده النادي المصري كان محتاجه في الفتره دي. المكاسب في الوقت ده هتكون مهمه جدا بالنسبه لهم عشان يستعيدوا الثقه وعشان يستعيدوا المركز اللي يليق بيهم ولهم يجمعوا اكبر عدد من النقط في الدور الثاني. فمكسب مهم جدا ومستحق يعني. ايه مشكله طلائع الجيش يا شباب؟ مشكله طلائع الجيش ان دفاعها ظالم هجومها. دفاعها ظالم هجومها. ما ينفعش ثلاثه من اربعه بتدافع بيهم يبقوا ان واحد دفاعي عندهم ضعيف. انا بلعب بزولا باك رايت تغطيه عكسيه ضعيف جدا. مش قصدي طبعا حجما لكن انا بتكلم لا واقفه الناحيه الثانيه متعب الاثنين زولا ومتعب كويسين جدا اميدو هجوميا لكن ضعاف جدا في التغطيه العكسيه طولا ما ينفعش في التغطيه العكسيه ان انت تلعب بيه. فاهم قصدي؟ يعني لو بتلعب بالثلاثه ودول وينج باك اقول لك اوكي لكن في اربعه لا. انا عايز استغل اللقطه دي واقول بجد يعني رغم اختلافي معاه في السابق الى ان انا فعلا معجب بالبنا لان البنا فعلا احسن حكم في مصر. حكم عنده توازن كبير جدا
ومصر يعني مصر بتمتلك حكم محمد عادل جدا. خلي بالك محمد فيها عادل لا مش يعني فيها حكام كتير كويسين طبعا مش قصدي على كده ان يكون فيها حكام كتير كويسين انما فعلا البنا هو الحكم الافضل في مصر. حكم يعني قراراته معظمها سليمه وفت عايز حقيقي يعني ده عبده. بس انا عايز اقول لك حاجه ان المشكله كمان يا ميدو ان في طلائع الجيش ان النتائج دخلتهم في حته بتاعه البنك الاهلي عدم الثقه يعني في مباريات لا هو طلع الجيش بيصارع على هبوط ايوه فهي النتائج دي. لكن انا عايز اقول حاجه لو جيت اتفرجت على مباريات لا عندك وادي على خالد قمر على احمد سمير بيعملوا شغل وبيوصلوا يعني كره زي دي مثلا بص والنتيجه 1-0 احمد ايمن منصور ده عصام ثروت ده بس الجول كيبر شغله كويس عصام ثروت حارس مرمى كويس جدا 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 بحيي كابتن حسام حسن ان قعد محمود جاد فوق بقى فاهم قصدي محمود جاد رقم جايب رقم كبير جدا. هل هو متاثر هشام بالرقم الكبير اللي جاي؟ لا خلي بالك محمود جاد حارس مرمى انت عارف حراس المرمى دماغهم لا هو لا هو لازم لازم خطفه لازم خطفه عايز ترجع تلعب والكلام ده كله فخطوه 10 على 10 في مصلحه محمود جاد القرار اللي خده كابتن حسام حسن. ولا وكمان دايما لما يكون جول كيبر ما بيلعبش ويلعب ويبقى كويس لازم احيي مدرب حراس المرمى طبعا فكل التحيات لكابتن سعفان الصغير. خلي بالك يا كابتن سعفان 37 مليون جنيه في حارس مرمى رقم لا رقم رقم الصفقه كان مبالغ فيها جدا يعني 2 مليون دولار ما يستحقش المبلغ ده يعني صفقه مبالغ فيها جدا يعني بعدين محمود جت لما كان موجود في ام بي وما قدمش المستوى اللي يشفع له هو يروح بالمبلغ ده فصفقه من الاساس يعني كان النادي المصري مبالغ فيها يعني كانت في وقت رئيس النادي كان عايز ان هو يعني يوصل برافو على ام بي برافو على ام بي لا وكان رئيس النادي كمان رئيس النادي المصري كان عايز يوصل رساله يعني كان فيها هدف معين غير الناحيه الفنيه ان هو يوصل رساله للجمهور بورسعيد ان انا جاي بتقلي وجاي اصرف وجاي لكن ده مش موجود في الاداره الرياضيه مش يعني صح يعني صح. وانا دايما بقول ان في ناس ممكن تكون رجال اعمال ناجحين جدا في مجالات تانية لكن لما تيجي الاداره الرياضيه صفر ما بيفهموش اي حاجه في الاداره لا وبعدين اقول لك حاجه ميدو سريعا هو عنده حتتين سكر دغموم دغموم بقى كبير قوي تمام والياس الجلاصي في واحد منهم منتهى الامانه في نهايه السنه اكيد هيتباع برقم محترم بصراحه اتنين لعيبه جامدين جدا الياس الجلاصي ودغموم يعني انا اصلا دغموم من وفاء الصيف هو عاجبني يعني انا استغربت مع احترامي الكامل للنادي المصري طبعا لكن انا توقعت ان هو كان هيطلع على اوروبا او اي طب حاجه. طب تعال نراجع جدول ترتيب الدوري عشان قبل ما نقفل. الاهلي في الصداره 41 نقطه، بيراميدز وفيوتشر الاثنين عندهم 39 نقطه بنفس عدد المباريات، طبعا الاهلي عنده 3 ماتشات اقل. الاتحاد السكندري في المركز الرابع 36 نقطه، كل التحيه طبعا للاتحاد السكندري. جيران واستاذ مصطفى طبعا. الزمالك 33 نقطه من 19 مباراه. المقاولين 32 نقطه، طبعا كل التحيه للمقاولين. كابتن شوقي غريب وجهازه واللعيبه واداره المقاولين. المصري 28 نقطه، غزل المحله 27 نقطه، فاركو 26 نقطه في المركز التاسع. كل التحيه لكابتن طارق العشري، نتائج هايله ومدرب كبير طارق العشري. سيراميكا كليوباترا 25 نقطه في المركز العاشر. اسوان 25 نقطه، يعتبر يعني موسم جيد جدا لكابتن ايمن الرمادي ولو اسوان وبيتواجدوا في مركز جيد ان شاء الله يكونوا في مركز افضل. كلنا بنحب يعني شعب اسوان وكلنا بنحب مدينه اسوان وجمهور اسوان. سموحه 24 نقطه. الداخليه 20 نقطه. بص برافو كابتن علاء عبد العال. طلائع الجيش هنا بقى اللعب، طلائع الجيش 17، ام بي 17، حرس الحدود 16، الاسماعيلي 15، والبنك الاهلي في المركز الاخير 14 14 نقطه. هشام شكرا. ميدو ربنا يشوفك على خير الاسبوع الجاي ان شاء الله. طارق شكرا حبيبي. ميدو شكرا. ما تزعلش هشام تاني عشان زعلان منك. ليه بقى تديله النصايح؟ هسمع منك. دي كانت حلقه النهارده من الريمونتادا. تصبحوا على خير واشوفكم بكره على خير باذن الله. بقول طبعا ماتش مهم يعني كل يعني بقول طبعا نتيجة الماتش الأولاني كان نفسنا إن إحنا نكون
يعني نطلع بنتيجه ايجابيه، لكن بقول لسه بدري، يعني في 9 نقط لسه موجودين، واحنا عندنا الماتش. مبسوط انا ان بعد الماتش على طول اللي احنا لعبناه هناك ان هو يبقى الماتش الثاني على طول عندنا يعني في مصر. لعب فرقه محترمه طبعا، كانت فرقه محترمه جدا طبعا، كان عامل الجمهور ممكن يكون كان حاجه في صالحهم. كان عندنا غيابات، لكن دلوقتي بقت الفرقه بقت مكتمله، كان عندنا ناس ناقصه، سعد ومروان، في كذا لعيب مهمين يعني، واللعيب عندها خبرات ومرت بال 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 بالاجواء دي كتير يعني، فده بيفرق كتير جدا معانا. فبقول الحمد لله احنا دلوقتي المعسكر ده كل الفرقه موجوده، كل اللعيبه كامله، ان شاء الله باذن الله نقدم ماتش كبير ان شاء الله يليق بالكره المصريه كلها. وعند ثقه كبيره جدا في ربنا ان شاء الله باذن الله وفي اللعيبه ان شاء الله ان احنا نعمل حاجه محترمه. انا بقول الماتش اللي جاي ان شاء الله يعني ماتش مهم، وربنا يسهل ان شاء الله ونعمل نتيجه ايجابيه بامر الله تليق باسم النادي واللعيبه اللي موجوده وباسم مصر. احنا بنلعب طبعا، احنا بنمثل اسم مصر في البطوله، فان شاء الله نعمل حاجه تليق بينا باذن الله بامر ربنا ان شاء الله. الحمد لله يعني استعدينا بشكل كويس الفتره اللي فاتت، كان عندنا ماتش الاسماعيلي، ويمكن اطمنا على نفسنا والكابتن اطمن على الفرقه وعلى حاله اللعيبه يعني، وكان عندنا فرص كتير، وكان عندنا يعني نفذنا بعض التعليمات بشكل كبير بشكل كويس، وبعدين شغالين في التدريب. كابتن استقر على كل العناصر والطريقه والتكتيك اللي في دماغه والاهداف اللي في دماغه، وحاول ان هو يوصلها لنا عشان نخش بيها الماتش. فزي ما الكابتن قال يعني كان في عناصر مهمه مش موجوده الماتش الاولاني، وكان نفسنا نكون موجودين، لكن الحمد لله رجعنا ورجعنا بشكل كويس ومستعدين بشكل كويس، وعندنا دافع كبير وطموح ان احنا الماتش اللي جاي هيبقى بالنسبه لنا مهم، لان هو يرجعنا المنافسه ويرجعنا الاجواء الصعود ان شاء الله باذن الله. فكلنا مركزين وعندنا هدف واحد، الثلاثه بونت، وان شاء الله ربنا يكرمنا على ارض الملعب ونقدر نحققهم ان شاء الله باذن الله. كومو ماتش اليوم اون ساتون ان ماتش ديفيسيل، مباراه قويه يوم الاربعاء امام فريق فيوجتا المصري، واحد من الفرق القويمه في المجموعه، والفريق جاهز من الخوض التحدي. نحن جايين ان شاء الله عازمين نحققوا نتيجه ايجابيه، عارفين المباراه ما تكونش صعيبه بحكم ان الخصم محتاج انه يفوز، ولكن حنا عندنا ثقه في بعضياتنا ان شاء الله باش اننا نحققوا واحد النتيجه ايجابيه ونجيبوا التاهل من هنا ان شاء الله. هذا هو الهدف ديالنا.